الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. جنا وقفة احتجاجية نتيجة تردي الوضعية الكارثية في قسم جراحة العظام. احنا رسلنا عديد المرات للناس المسؤولة. يا ناس قسم العظام راهو باش يطيح. يا ناس قسم العظام راهو باش يطيح. يا ناس قسم العظام راهو متصدع، راهو محلول، راهو مشقوق. يا ناس راهو جاءوا ناس من 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 التجهيز وعاينوا وراهو فيه اخلاء. احنا خطرنا في القيروان. ما عندناش مرضى تو نحطوه. جاي الصيف وليزاكسيدون كثر. واحنا نبهنا عديد المرات. الناس تتفرج عين رات وعين ما راتش. احنا اليوم كاتحاد عام تونس الشغل ما نحبوش رواحنا شهاد زور. احنا هذه جهتنا لنا نطالبين في زياده في الشهريه ولا حد شيء. احنا طالبين احقيه اهالينا في مرفق عمومي على الاقل، معناتها يقدم ابسط الحاجات، ابسط الحاجات انه تكسر يجي يعمل عمليه. احنا عندنا ناس تتكسر وتروح لاداره تموت في الجار. ناقص انه ما فماش اراده باش يصلحوا القسم هذاك واللي يشوفوا لنا حل. يلزم فما حل. يلزم مش انا مش نطلعوا الحل. الحل راه عند السيد المدير الجهوي، راه عاود الوزير. هي احنا رسلنا عديد المرات. قسم العظام راه مش يطيح. فما مشاريع اخرى معطل. طلبناه في فتح تحقيق في المشاريع المعطل. لتو نتفرجوا. ما فما حتى شيء. علاش الراديو يطيح؟ يخدم عام ويطيح. علاش قسم العظام يتحل؟ علاش سور المستشفى لتو ما يكمل؟ علاش سالت بريليفمون لتو؟ علاش كارديو والريال لتو؟ علاش الاطفال لتو؟ هذايا ما يصير كان في القروان. علاش ما يصير كان في القروان؟ يا اخي احنا شبينا؟ خاطر الناس ماهيش ماليه بقعتها. ونعاودها ونحملها من المسؤوليه. واللي ما ينجمش المسؤوليه يسيب عليه. ونحب نزيد نعاود من خلالكم كصحاف نحبكم توصلوا صوت هذايا لاعلى السلطات. نحبوا فتح تحقيق في الناس اللي عطلت المشاريع في القروان. لانه ما يتعطلش بقايا اخرى. راهو عندنا زوز طرقات رئيسيه تعداو من القروان. راهو لي زاكسيدون كل يوم. راهو زميلي البارح مش ياكلت ريحه هدوا عليه خاطر ما عندوش فرش. اش باش يعمل هو؟ مش يجي محول داري لهنا باش نحط فيها. علاش نتفرجوا على المشاكل هذه وساكتين؟ ويلزم فما اراده، يلزم ناس اجتماع، يلزم يحلوا المشاكل هذه. الى متى احنا باش ما تحلش المشاكل هذه؟ علاش سير كان في القروان؟ يا ناس فيقوا. الحياه فهم. الحياه فهم. زهره الحياه.